في البداية دكتور أحمد فؤاد، ما رؤيتك حول الخلافات في الداخل الإسرائيلي، ولماذا قام نتنياهو بحل مجلس الحرب وتشكيل هيئة أمنية مصغرة؟ يعني بعد تحية أستاذة أمل لحضرتك وللمشاهدين وللضيف الكبير سيادة الوزير. الحقيقة طبعا هناك صدع حقيقي في داخل المجتمع الإسرائيلي، بمعنى أن الرؤى متضاربة، خاصة بعد إفلاس جيش الاحتلال وعدم قدرته وثبوت عدم جهوزيته لتحقيق أهداف الحرب، مما جعل المتحدث باسم جيش الاحتلال نفسه يقول بأن القضاء على حماس باعتبارها فكرة غير ممكن. فبالتالي هذا يتعارض مع أهداف الحرب بعد 9 أشهر تقريبا من سفك الدماء وقتل المدنيين، فبنتحدث عن 260 يوم. ففي ظل هذا الإفلاس، في ظل هذا التخبط، يوجد صدع حقيقي حول طبيعة الدولة، حول أولويات الدولة، ما هي صورة النصر التي تبتغيها قوات الجيش الاحتلال. البعض يقول بأن صورة النصر هي إطلاق سراح المحتجزين والأسر، البعض يقول إلقاء القبض على الصنوار وقادة المقاومة، البعض يرى بأن الهدف الرئيسي من هذه الحرب هو نقل السكان، وهو ما تفشله مصر. فبالتالي هناك تخبط حقيقي في ظل هذا الذي حذر منه جانتس في الغرف المغلقة باعتباره وزير دفاع سابق وباعتباره متحالف مع إيزنكوت. لكن هذه الخلافات مؤثرة في الداخل الإسرائيلي إلى أي مدى؟ نعرف جميعا أن هناك خلافات حول ماذا وحول ماذا، ولكن إلى أي مدى تؤثر هذه الخلافات؟ هي مؤثرة بطبيعة الحال إلى حد بعيد، بحيث أن هذه الخلافات باتت بين مستوى سياسي ومستوى عسكري. يوآف جالانت وزير الدفاع أعتقد سينضم لمن قفزوا من السفينة الغارقة، وينضم لبقية الجنرالات باعتبار أن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال له مواقف، ورئيس الأركان له مواقف مضادة للمواقف التي يتبناها ويتمناها نتنياهو وسموتريتش وبن جفير. ولماذا قام نتنياهو بحل مجلس الحرب وتشكيل هيئة أمنية مصغرة برأيك؟ لأنه يعود إلى أوضاع 6 أكتوبر، أوضاع 6 أكتوبر بمعنى انقسام إسرائيلي، الحديث عن حرب أهلية، الحديث عن ديكتاتورية وقمع للقضاء السلطة الأخيرة الرقابية على الحكومة، في ظل أن الكنيسة لا يراقب الحكومة لأن الأغلبية فيه تنتمي للحكومة وتساند. ففي ظل هذا الوضع حاليا يحاول إبعاد بن جفير وسموتريتش عن هذا المجلس بصفته ناس ليس لها خبرة عسكرية وفوضوية، وبالتالي يحاول إبعادهم في ظل أن مجلس الحرب كان يحاول تصوير وتسويق بأن إسرائيل موحدة. فحاليا جانتس وإيزنكوت ينضم رسميا إلى المعارضة بصفة هما لهما خبرة عسكرية بالصفة. يعني ما يقوم به نتنياهو الآن من حل مجلس الحرب تشكيل هيئة أمنية مصغرة هو لمصلحة من؟ هل لمصلحة نتنياهو نفسه، أم لمصلحة الشارع الإسرائيلي، أم لمصلحة من؟ على المدى القصير لمصلحة نتنياهو، حتى يتجنب الشطط الذي والجموح الذي يطالب به سموتريتش وبن جفير. هؤلاء لديهم أفكار كهانية تتجاوز حتى الصهيونية الدينية، وهذه الأساطير ليست محل توافق داخل المجتمع الإسرائيلي، بل وليس داخل مجلس الوزراء المصغر الأمني المصغر.